دور كمان يعني اكتشفت. بتعرف انا على السات يعني انا لما بقرا السيناريو كتير بتعلق بالشخصيات كلها، انا ما بقرا بس دوري، بتقرا بقرا كانه انا عايشه فيها هالدنيا اللي موجوده بقلب السكريبت. في حدا بيعمل لك كوتشنج للتمثيل انتوا عم تمثلي؟ ما في مخرج اشتغلت معه لهلا، يعني كان عندي حظ اشتغلت مع ثلاثه من اهم المخرجين بمصر وبالوطن العربي، اللي هن استاذ خالد يوسف، استاذ سامح عبد العزيز، واستاذ محمد سامي، والثلاثه كانوا مدراء فظيعين لإلي كممثله على السات، غير انه بيهايند ذا سين شو كنا نقعد وكيف كنا نفرفش الورق وندرسه. بس انا بحب اشتغل مع مخرج على السات يعرف مثل الريموت يشغلني يعني، وانا اكون كثير مستمعه جيده له، وبتنفذي لا اقدر نفذ ولا اقدر خليك تصدق انه هذا الكاركتر. يعني واحد بس يشوفك اوكي بيشوف اول شيء هيفا قدامه، بس بنفس الوقت هيدي الشخصيه اللي عم تلعبها هيفا بتاخده ما مطرح ما هيفا بدها بالدور، فظيعه. بس لعندي سؤال بيطرح نفسه، تفضل. ليه بتحب تاكلي خبيط بافلامك؟ ولا انا ما بحب، هو الدور هيك. شو مازوشيست انت؟ فشرت. انه بدكان شحاتة؟ بدكان شحاتة؟ كنت تلميذ هالقد ما بفهم بدكان شو ايه؟ يعني اول مرة بمثل كل ما تفتحي تمك وبطلع. كل ما تقولي باع وبطلع. يعني ما ضل حدا يعني كثير. مثل معي؟ ما فيني بديد عليك، ما فيني استرجع بالك بدك اكسرها. ولا اصلا هيدا منه ضرب حقيقي. ضرب. وبفيلم حلاوة روح هلا رح نشوف هون القتل. يا لطيف. شو قصتك انت؟ وحياة الله ما انا هن هيك الرجال بيعاملوا المرأة. مين؟ رجال انتو رجال مجرمين. لا نحن لا نحن منا هيك هون مين ابدا. نحن اللبنانية؟ ايه ما انا. طلع بيحكي عربي شادي. ايه بيحكي. انت ما بتنضربي بوردة. ايه عن جد ميرسي. يا لطيف. على فكرة في كتير قالوا، في كتير ناس يعني بس شافوا حضروا تريلر قالوا انه هيدا الفيلم تقليد لفيلم مالينا التلياني. بس هو على فكرة ما خصه بمالينا، الموضوع مختلف تماما، ما هيك؟ ابدا موضوع مختلف، لانه هون روح بالتريلر مبينه انه هي كتير قوزي وهيك، بس لا هي يعني هذا السر الوحيد اللي بقدر افشي عنه اليوم قبل ما نستحضر بافريل. هي هيدا المنظر الكتير سكسي اللي موجوده فيه بالتريلر، هيك الناس بتخيلوها بالحي، بس يعني كل ما واحد تسطح هيك بتخيلها، بس هي بالحقيقه مش هيك. سو هذا مسبب لها مشاكل وبس، فما خصوا بملانا. بس ما هيك بتصير. عم بتسطح. شو شفت بهالمنام؟ ما فيني خبرك. I can tell. أكيد you can tell.